أنهت الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية استعداداتها لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم في دورتها 39، كما شكلت فريق عمل متكامل يباشر أعماله وفق خطة منظمة وأهداف مرسومة ورؤية واضحة. إن الجبال الشاهقات على المدى تخشعن عند تلاوة القرآن، فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما، ما أسعد الحفاظ في الأزمان. ويأتي توزيع العمل في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره 39 على وحدات تسير بروح الفريق الواحد. وهذه الجهود المباركة جميعها لاستقبال ضيوف المملكة وهم من خيرة حفظة كتاب الله في شتى دول العالم، اجتمعوا في مكان واحد ليتنافسوا على الفوز في هذه المسابقة. ارتق لأنك حافظ يا مسلما، ارتق إلى الفردوس تلقى المنعما، ارتق فإنك قد تعبت بحفظه وعملت فيه.